يعني أنا بعد السقوط بال 2003 اتصل بي بوقتها أستاذ سعد البزاز. نعم. الله يكتب له الصحة والعافية. كان مدير تلفزيون الشباب أنا ذاك. لا 2003 صارت الشرقية. بدأ مكون قناة الشرقية يعني في بداية 2004. نعم. هي تأسست. فبال 2004 خابرني قال لي ست فاطمة وكان لسه تليفونات أرضية. زين يعني بعد على الأرضي من اتصل بي. فقال لي ست فاطمة احنا فتحنا مكتب للشرقية باليرموك بشارع بالأربع شوارع. زين وهذه أول مرة أني أقولها وأصرح بيها. فأريد منك تتوجهين ترحين المكتبنا اللي هو باليرموك. موجود مدير المكتب المخرج علاء الدهان وتحياتي إليه من أصدقائنا ومن المخرجين المبدعين في تلفزيون العراق. فرحت لهناك أني وشفته وحتى بعدني ملابس الحجاب. فحكيت ويا أستاذ علاء وقال لي أنه عندنا هيك فكرة وعندنا هيك برامج وراح نسوي كذا وراح نسوي كذا. فباوعت الوضعية أني ما أعرف يعني فداجس أخذني أنه لا ما أشتغل. فسلمت على الأخ علاء طلعت وبعد ما رجعت. ليش ما رجعت ما أعرف. بعدش ما تعرفين. أي حقيقة ما أعرف. يعني بس ما أعرف يعني أنا ذيك اللحظة خلاص وأم لثلاث أولاد. يعني بنيتين وولد. فباوعت لا أولادي أولى. صارت التغيرات بدأت المسائل هذه الله لا يعيدها الطائفية أكيد. ما أعرف شنو. بس زميلاتك اللي من يعني مثلا ست رقية حسن وغيرها استمروا وقدموا على الشرقية والناس اليوم تعرفهم كنجوم. أي صحيح صحيح. اللي استمروا يعني تحياتي للزميلة رقية وعلى فكرة ست رقية هي واحدة من الأسماء اللي أنا اختاريتهم بكتها في تقديم برنامج الليلة ليلتك. أيضا كنت أعد وأقدم. أنت جبتيها؟ يعني هي وابتسام بوقتها وسناء فيصل. فمن قعدت حكيت ويا إدارة القناة بوقتها صارت الفكرة أنه نختار هاي الأسماء. حقيقة اختاريتهم لأنه من الكفاءات ومحترمات خصوصا يعني هم الثلاثة يعني محترمات ولطيفات على الشاشة. فخلص يعني أجوا وياي شاركوا التقديم ولكن الإعداد بقى لي أنا معد البرنامج وقدمنا كثير من الحلقات يعني حلقة ابتهاج الياور طبعا موجود أغلبها أيضا اللي كانت مدير عام دار الأزياء العراقية الله يرحمه الكبير الأستاذ كامل الدبار هذا يمكن سنة 99 كان البرنامج 99